قالت الفنانة عايدة رياض الخميس 30 أبريل 2020 تعليقا على الشائعات التي تطلق عليها أن شائعة الوفيات التي تطال الفنانين شيء بسيط بالنسبة للشائعات التي تعرضت لها. وأوضحت عايدة رياض خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج خط أحمر المذاع على فضائية الحدث اليوم أنها ليس لها علاقة بالتكنولوجيا ولا تستطيع التعامل معها. متابعة: شفت صورة حد حاطط صورتي وعامل لي عمرة وحد باسمي رادد عليه، وأنا أصلا مسيحية ومش عندي فيسبوك. وتحدثت وقتها مع أشرف زكي، واستكملت عايدة رياض قائلة: بعدها زهقت وبقول للي عايز يصدق يصدق وربنا أعلم بكل شيء. ونوهت عايدة رياض إلى أنها تجلس في منزلها خلال فترة فيروس كورونا لأنها تعاني من ضعف المناعة، وتحاول الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وتابعت عايدة رياض: أنا ست بيت شاطرة، بطبخ وبمسح وبغسل وبنشر وبطبق ومحدش بيساعدني في البيت، الوقت بالنسبة لي بيضيع بسرعة جدا. كشفت الفنانة عايدة رياض يوم الجمعة 17 يناير 2020 عن تفاصيل الفترة التي أصيبت فيها بالسرطان والذي اكتشفت إصابتها به عام 2015 لتبدأ رحلة محاربتها له. وقالت إن القصة بدأت عندما كانت تشعر بالتعب أثناء انشغالها بتصوير مسلسل دهشة مع النجم يحيى الفخراني، الأمر الذي جعلها تجري فحوصات طبية بعد الانتهاء من التصوير، وظلت تتناول أدوية لمدة 3 أشهر على أنها تعاني من بعض الالتهابات. وأضافت عايدة رياض خلال استضافتها في برنامج تحيا الستات الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب ويعرض على فضائية النهار، أن شقيقها نصحها بتغيير الطبيب حيث أن حالتها لم تستقر، وبالفعل ذهبت لطبيب آخر والذي طلب منها إجراء أشعة والتي أظهرت وجود شيء ما داخل المثانة، لذلك أجرت عملية منظار لفحص هذا الشيء لتكتشف أنها مصابة بسرطان المثانة. ووصفت عايدة رياض مشاعرها خلال هذه الفترة مؤكدة أنها كانت خائفة، لكن ليس لديها سوى أن تكمل في طريق العلاج الذي استمر 3 أشهر متواصلين، ثم فترة راحة لمدة 2 شهر، ثم بدأت في التعرض لجلسات الإشعاع لمدة 24 يوما آخرين. وأكدت ساعتها أنها رفضت تركيب مثانة صناعية حتى لا يرتد المرض مرة أخرى، إذ قالت: أنا استخرت ربنا زي أي حد وقلت لو في خير هعملها ولو ما فيش مش هعملها. وأضافت أنها كانت تمارس عملها بشكل طبيعي أثناء فترة تلقيها للعلاج، حيث أكد لها الطبيب أنها ليست بحاجة للجلوس بالمنزل. وهنا ده يعتبر أحد الظهور ليها أمس 17 يناير 2020. من ناحية أخرى، ولدت الفنانة الكبيرة عايدة رياض في 23 يناير 1954 بالقاهرة، ولها شقيقتها هدى زوجة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الكابتن المعروف والشهير حسن شحاتة، ودي زوجته هدى اللي هي شقيقة عايدة رياض، كتير ما يعرفوش المعلومة دي. ومن ناحية أخرى، قال الإعلامي كريم حسن شحاتة في مداخلة هاتفية على الهواء: الفنانة عايدة رياض خالتي وبحبها جدا، وهي اللي مربياني وليها دور كبير في تربيتي، وعيلة والدتي بالنسبة ليا غاليين عليا. ده كريم حسن شحاتة ابن الكابتن حسن شحاتة، معروف طبعا، إعلامي معروف. ودي صورة نادرة لي مع والده ووالدته اللي هي شقيقة عايدة رياض. كما كشفت الفنانة السعودية لوسي حقيقة الأخبار التي تناولت وجود خلافات بينها وبين الفنانة عايدة رياض بسبب الجزء الأخير من مسلسل ليالي الحلمية واختيار الثانية بدلا منها لتجسيد دور حمدية. ونفت لوسي وجود أي خلافات مع عايدة رياض بسبب تجسيدها الدور بدلا منها، مشيرة إلى أن خلافها كان مع المؤلف عمرو ياسين حول شخصية حمدية في المسلسل والتغييرات التي طرأت على الدور. وأكدت لوسي أنه تم اختيار عايدة رياض بدلا منها لأنها في ذلك الوقت كانت في أمريكا، وهنا وهي بتنفي وجود أي خلافات بينها وبين عايدة رياض. من ناحية أخرى، قالت الفنانة عايدة رياض خلال لقائها في برنامج بالألوان الطبيعية أن قصة زواجها من الفنان أحمد بدير شائعة لا تمت للواقع بسلام، مؤكدة
أنها دائما ما كانت تتعرض إلى تلك الشائعات، وبدأت عايدة رياض حياتها الفنية كراقصة في الفرقة القومية للفنون الشعبية وعمرها 14 سنة، ومن ثم أصبحت الراقصة الأولى بها. وتزوجت الفنانة عايدة رياض في بداياتها الفنية من المطرب محرم فؤاد، وانفصل في أواخر الثمانينات بسبب رغبته في عدم استمرار عايدة رياض في التمثيل، وفقا لما صرحت به عايدة في أكثر من لقاء تلفزيوني. وكشفت عايدة رياض في إحدى اللقاءات التلفزيونية عن أنها ابتعدت بعد زوجها من محرم فؤاد عن الفن لفترة، لكن عرض عليها فيلم أحلام هندو كاميليا لتدب بينهما الخلافات مما أدى إلى الانفصال. ودي صور نادرة جدا ليهم مع الفنانة الراحلة صباح، وهنا هو في فرحهم، وهنشوف بعد شوية عدد زيجات محرم فؤاد. لن تتخيلوا عدد زيجاته قد إيه، ومين هما، منهم ملكة جمال. خليكم معانا وشوفوا. محرم فؤاد مولود 25 يونيو 1934 وتوفي 27 يونيو 2002، مغني مصري. ولد محرم حسين أحمد علي في حي بولاق بالقاهرة لأب يعمل مهندسا في السكة الحديد. اكتشف حلاوة صوته وهو صغير السن، فعمل مطربا في الموالد والأفراح، ودرس العزف على العود في معهد شفيق. وفي سجل محرم فؤاد الزوجي والأسري 7 زيجات، وكانت الأولى من تحية كاريوكا، بينما كان هو رقم 11 في سجلها الزوجي. دي زوجته الأولى تحية كاريوكا، راقصة مشهورة. بعد انفصالهما تزوج من سيدة أجنبية لم يمكث معها كثيرا، أما الثالثة فكانت اللبنانية ماجدة بيضون، وأنجب منها ابنه طارق. هنا دي الزوجة الثالثة ماجدة بيضون، أنجب منها ابنهم طارق. ويقال أن محرم فؤاد تزوج ميرفت أمين، وإن لم يكن الخبر مؤكدا. الفنانة القديرة ميرفت أمين معروفة طبعا. أما الزيجة الرابعة فكانت من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، بطلة فيلمي الأخير الملكة وأنا، حيث تعرف عليها أثناء التصوير في لبنان عام 1975. دي الزوجة الرابعة جورجينا رزق، ملكة جمال العالم، فازت باللقب دهوت. اتجوزت بعده وليد توفيق، وهنشوف برضو مين كان زوجها الأول. مفاجأة في آخر الفيديو، هنشوف مين كان زوجها الأول. وفي نهاية السبعينيات تزوج من الممثلة عايدة رياض، ولكنه انفصل عنها. دي الزوجة الخامسة عايدة رياض ممثلة، دي صور نادرة ليه معاها، معروفة طبعا، ليها أدوار كتير أوي. آخر زيجاته كانت المذيعة التلفزيونية منى هلال، والتي بقيت معه حتى وفاته متأثرا بأزمة قلبية في 27 يونيو عام 2002، الله يرحمه. وكان من مفارقات القدر أن يرحل محرم فؤاد بعد 3 فقط من عيد ميلاده الأخير الذي ارتفعت فيه آهات آلامه قبل أن تنطفئ الشمعة الأخيرة في حياته، داخل غرفة العناية المركزة بمعهد ناصر، حيث كان يعالج على نفقة الدولة. وكان محرم فؤاد يتردد على المستشفى 2 مرات أسبوعيا لإجراء عملية الغسيل الكلوي بعد أن أصيب قبل وفاته بعامين بالفشل الكلوي إلى جانب متاعب القلب، فقد أجرى جراحة في لندن لتغيير بعض الشرايين، وكان يتناول علاجا منتظما للقلب.